خلال الشوط الاول الفريق قدم مستوى جميل جدا، وقدرنا اننا نقفل خطوره نادي الوحده من خلال السرعات في الاطراف وايضا في العمق، وطلعنا من خلال الشوط الاول مستوى كان جيد وراضي عن اداء الفريق في الشوط الاول. سكند هاف اي واز افريد اوف، كنت قلق في الشوط الثاني من اداء الفريق خاصة بعد ما كان الفريق مدافع جزئيا في الشوط الثاني، لين سمحت فرصة تسجيل هدف لنادي الوحدة في خلال 5 دقائق سجلوا هدفين، لكن الشيء الإيجابي في المباراة أن الفريق قدر يرجع في النتيجة. الفريق يعني مدرب تكلم انه غير الشوط تكتيكه في الشوط في بعد ما سجل الوحده الهدفين، لعب 3-5-2 في مهاجمين وقدر يضغط نادي الوحده، في خلال هذا الضغط قدر انه يسجل الفريق هدفين وهذا اللي سبب الفريق رجع للمباراه. Listen, we want to play football. الفريق يدري الحين يبني شخصيته في المباراه، في مباريات تحتاج انك تدافع، في مباريات تحتاج انك تهاجم. في المباراه اليوم يتكلم لو الفريق لعب بالشوط الثاني مثل ما لعب بالشوط الاول كان بيخلص المباراه بسهوله. في مباريات كانت الفريق كان سيء دفاعي مثل مباراه الهلال، في مباريات كان جيد هجوميا، لكن الفريق يحتاج للتوازن بين الخط الهجومي والخط الدفاعي. You see that our team is making progress. الفريق جالس يتطور حاليا، لو تلاحظ اخر مباريات الفريق كان الفريق جالس يلعب كوره كويسه، خاصه مع مباراه النصر الفريق خسر لانه كان مقدم مستوى جيد، ويتطلع انه في المستقبل ان الفريق يستمر على هذا السيناريو انه يوصل للمستوى اللي هو يامل منه الفريق. 11 نقطه حاليا والنقاط متقاربه ما بين الفرق، مريحه له؟ These results are very strange. Yesterday المراكز بين الفريق وخاصه مستويات الفرق دائما تكون غريبه بالنسبه له، يعني نتكلم مباراه الفتح، الفتح قدر يوقف هلال في يعني المستويات، باي لحظه ممكن يجي فريق من المنطقه اللي تحت يسبق الفريق او يتقدم، فالمستويات كانت متقاربه. تكلم الفريق انه الحين جالس يركز خلاص على مباراه الديربي ضد نادي التعاون يوم الاربعاء القادم. No, Wednesday against Town in the Derby.